يا كوريا، كان لنا زمان بنت قريبتنا، كانت بنت يا عيني كده برضو عقلها خفيف وطاق منها وهاجج، زي خالتك كده يعني. ايوه بس البنت ده هي كانت حلوه بقى وشابه وملظلظه كده اهو، بيضه وزي الفل، تتاكل اكل والله يا كوريا تتاكل اكل. ايوه بس ايه، كانت قاعده مع ابوها وامها. كوريا لسه تحت. هي البت دي ما وراهاش حاجة؟ لا ولا التانية، في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ أنا بقالي ساعة محبوس هنا، الله يخرب بيت شورتك المنيلة. ايه الجو البيتي ده؟ جديد أوي شغل قمصان النوم في الشارع ده. ما تنجزي بقى وتيجي، بتاخدي كام يعني؟ على فكرة أنا واحدة محترمة، بس الظروف هي اللي خلتني أمشي في الشارع بالمنظر ده. أنا ينفع آخد موبايل حد فيكم؟ لازم أعمل مكالمة ضروري. يا عم بالراحة عليها، ده شكل جوزها طاردها وضاربها. بقول لك ايه، طيب ما تيجي ناكلك ونشربك ونذاكر لك، نرجع معاك البيت نضرب لك جوزك كمان. غور من وشي. الله يخرب بيت، بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيما؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى، انت راح بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طاقانها. والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه. سلومه جه؟ سلومه جه. حضرتك اسود ومنى؟ تعالى هنا، رايحه على فين؟ تعالى. ام البتاع. هنروح. تعالى. ايه على فين؟ تعالى خليك في اوضه النوم. هنروح فين؟ اوضه النوم ايه ده بقى؟ تعالى. تعالى اخبيك فيه. تعالى اخبيك فيه. ناو واحد وقع من الجوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بالطين. بالطين؟ ده الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهدني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه ما فك الزنقه. ايه انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح؟ انا مش، بس انا متهيألي ان انا قفلته، مش عارف. وانا بقيت دريان بحاجه، ما ادخل اعمل البطين. وخلاص يا ولية، حكيتي لامي كل حكايات المجانين اللي تعرفيها في حياتك. انا مال انا ومال مجانينك؟ انا خالتي مش مجنون، سندس مع اقلها ما خفش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه ولعت بيه. بقتي حرام يعني، ما بتفتكرش قوي وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. خص عليكي يعني، ده جزاتي ان عاوزه اسليكي واخد بحسك. شو النبي خدني احسن. خلاص انا اللي قربت الجن ومش طايقه اطلع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالى. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا. ازيك يا براهيم؟ عمل ايه الواد؟ اني وين؟ يو اللي خبطه التوك توك. اني توك توك؟ مالك يا هيما اللي كنت معاه في المستشفى؟ الواد مات يا سيبتي. الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وسواق التوك؟ خدوا منه التوك توك وهيعدموه. تعالي بس اقول لك. لو فاكر ان الدنيا فاضك مفيش وقت. رجاء نادر، انا نازل شويه، عايزه حاجه؟ نازل ورايح فين دلوقتي؟ نازل اشم شويه هوا. رجاء مخنوق ومش قادر اقعد لوحدي. وهتخرج بقى مع مين ان شاء الله؟ مش خارج مع حد. يا ابني مش انت قلت ان انت مش عايز تقعد لوحدك؟ طب ما تيجي تقعد معايا. لا لا لا، وعلى ايه؟ احسن ابوظ لك الخزعبلات اللي انت حاطاها دي علشان شبابك وبشرتك. باي باي.
يا رب يا حبيبي يا رب يخرجك من اللي انت فيه يا رب. للو ده انا مش شايفك، ده شغل فنادق. بيجيبوا لي واد ابن جنيه كل فتره كده يهفوا الشوق يجي يضرب سندوتشات من غير عدد وفي الاخر يحضرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ هجي لك وقت تاني يا ايما. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده؟ انت على طول مش طايقني كده يا ده سكت. انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين يلا يا ده. اقعد ده حلو لاحبالك السوتيه. معلش يا ايما، انا كنت مفكرك قفلت روحت البيت. ليه امي متوهوش قوي على كوريا؟ بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع. انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، هروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سوق تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبهنا. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه انتوا هتشيلوا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه، سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طالعه كده حلوه هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات. هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا. قلنا كده نربيه ونعمل له كارثة ود. بس قبل ما نركع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام فلعة سوا. ايه رأيك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعة دي؟ كابتعون يا هيما، هتعمل ايه؟ هتمسك عجلة القيادة. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لأيام زمان. هنقول احنا لسه حبايب. يو ما خلص قلنا. طب بص، انا هقول لك حاجة مش عايز اقولها لك تاني. تعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياة. حبني بقى وسيب لي نفسك. ماشي يا طعم. يا وليا قومي يا وليا، انا جعان. قومي شوف لك اي حاجه تاكلها تصرف. انا مش قادره افلت جدتي، طول النهار بلف على كوب رجليا بدور على شغل. كيف سافرت جدتي بقى؟ يا وليا قومي فزي ولا دور لي على اي حاجه. وانت بنت امك الفقر ده في حاجة عشان الواحد يدفعها؟ يا اخويا ما انا اخر فلوس معايا كانوا 20 جنيه اديتهم لبنتك تدفعهم للمجموعة. ومستنية ليه يا اختي من غير فلوس؟ والبهوات اللي انت كنت شغال عندهم كرشوك ليه من غير ما اديك فلوس؟ ده الواحد اللي شغال في الحكومة بياخد مكافأة نهاية الخدمة. روح اتخانق معاهم وخد فلوس يلا. يا اخويا بأي عين اروح للناس اقول لهم ادوني فلوس بعد عاملة بنتك السودة معاهم؟ بنتي؟ دي مش بنتي، دي بنت حرام كوشت على القرشينات وطفشت. ما تقولش بقى ليه أب ليه أم ليه أخوات لهم نصيب في شوية الفتافيت اللي بيقعوا من القرصة. من بكرة البيت يبقى فيه أكل وشرب ومصاريف. تطلعي تنزلي تتنططي إن شاء الله حتى تشتغل رقاصة. أوف يا أخوي يا أخوي. إيه هناك يا بنات يا أبو نجوى؟ أوف يا اخويا انا بقالي 25 سنة بشتغل، عمري ما خليت البيت ده محتاج حاجة. ما كانش حاجة، الظروف اتغيرت. انت يا اخويا خد بعضك وانزل شوف لك أي شغلانة. بلاش بلاش، حط ايدك في ايدي ونبيع أي حاجة سوا. انت بتعيريني يا وليه يا زبالة. انت انت بتشتغلي علشان تاكلي وتأكلي عيالك. انت بتشغليني؟ خدت انا ايه من ورا شغلي؟ خدت انا ايه من وراك غير الهم والغم؟ احمدوا ربنا ان انا لسه عايش في وسطيكم. واحده غيرك كنت طفشت من بيتها بسبب جوزها الفقر ده. ايه في ايه؟ مش واخد على لبس الكعب ولا ايه؟
تنسي جو ده انتصار ده بقى. اتفضلي. انت هنا في حته تانيه خالص. ايه لازمه الكلام ده كله؟ ما انت عارف ان انا طول عمري في مصر بلبس الكعب العالي، وبعدين طول عمر الناس في مصر بتقول على الست هايدي بتاعتك ان هي اللي بتشتغل عندي مش انا. ايه بقى؟ في ايه؟ يا ستي مفيش حاجة، مالك قلبتيها دراما كده ليه؟ بهزر معاكي. الله مالك؟ وبعدين ايه اللي جاب سيرة هايدي ومصر والكلام ده؟ ما خلصنا منه خلاص. وبعدين يا حياتي في رحلة العودة دي انا خدت مين معايا؟ مش خدتك انتي؟ نجوان احنا شبه بعض. ثانك يو. عارفة يعني ايه شبه بعض؟ يعني ما نقدرش نستغنى عن بعض. طب ايه رأيك بقى ان انا مش مرتاحة؟ نعم. يعني ايه؟ ازاي مش مرتاحة في كل ده؟ ما انا اعمل لك ايه؟ اقعدك في البيت الابيض ولا اخد لك شقة ببرج بيزا المايل؟ مروان هتلاقيكي حنيتي للحارة. انا مش بهزر على فكرة. احنا أول حاجة لازم نعملها ان احنا نتجوز. أنت جاي من مصر عشان خاطر الفلوس اللي كلها دلوقتي بقت باسمك، وأنا ايه؟ ماشية وراك وخلاص. ايه اللي خليني استحمل كل ده من غير جواز؟ بس اهدي اهدي في ايه؟ الله الناس. وبعدين وانا اعترضت على الجواز؟ قولي زوجته كنفسي. ها انا مش بهزر. يا ستي اعملي وطي صوتك شويه. اعمل ايه يعني؟ شوفي لي مأذون شارع يوناني وانا اكتب عليكي دلوقتي حال. يا سلام. خلاص بقى في ايه؟ وانا جايبك هنا عشان خاطر نمسك في خناق بعض؟ يا دلع دلع ده انا كده هولع. الامر جاي منين؟ ايه ده؟ طب الامر جو العبايات قوي. حلو قوي. محسوبك عمرو مشبك. احب اجي واشبك. بقول لك ايه؟ ما تيجي نهاجر هجره غير شرعيه. غور يلا انت وهو من هنا. نغور فين بس؟ ما نغور مع بعضينا. غور بدل ما خلي مصر صهرك في وشك. ناقصاك اصلها. اه يا ابويا الحقني يابا. تعالى يا ابو الحبشني شوف عملوا فيا ايه العيال وداد الكلب دول. يابا الحقني يابا. خدي حرام عليك. كنت فين صرعتيني عليك؟ حرام عليك. عامله ايه؟ انت مين؟ انا كوريا يا خالتي. حرام عليكي كده برضك تعملي فيا كده. وانت عليكي الحقني يابا. والنبي لا. الحقني يابا. والنبي لا. خلاص خلاص انا هاخدك معايا. هاخدك معايا دلوقتي. ضربوني. يا عم الحاج. ايه بنت؟ ايه انت مين يا بنت؟ في ايه؟ الاقي معاك موبايل. موبايل؟ وانت ايه اللي منزلك في نص الليالي كده باللبس ده وتسالي على موبايل؟ انت باين عليكي بنت ناس. معلش يا حاج هي ظروف بس عشان خاطر لو معاك الموبايل تديهولي دقيقه واحده بس. موبايل ايه وانت لابسه اللبس ده يا بنتي وهتمشي في نص الليل كده؟ هتطمعي فيك الكلاب السكك. ما انت عندك حق بس لو معاك الموبايل انا فعلا محتاجه اعمل مكالمه ضروري عشان خاطري. والله العظيم ما في رصيد يا بنتي. عيالي بيكلموني منه وما فيهوش فلوس. طب انا متشكره يا عم الحاج. خد يا بنتي. راحه فين؟ ايه بتعمل ايه؟ خد يا بنتي استوري نفسك يا بابا. لا 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 هي وسخه اه وريحتها وحشه بس احسن من ناس كتير يا بنتي. خليها معاك عشان خاطري عشان انا مش هلبسها. لا يا بنتي انا كده كده ماشي. عيش من شافك يا راجل. انت فين؟ تعالى انت الليله كلها على شرفك. مساء الفلالي. مساء الفل. خلص يا خالتي هانت اهي. ابعدي عني خالص. ابعدي. يو يو امشي. يو يو عايزه تدخليني جوه علشان يحبسوني. لا انا مش هدخل جوه. يا خالتي حرام عليكي فضحتي ام. عايزه ادخلك المستشفى يكشفوا عليكي ده جسمك كله بيخر دم. لا يا اختي مش هخش. انت عايزاهم ياخدوا الدم بتاعي يبيعوه. يا نصبتي السودا انت هتلبسيني توم او ليه؟ عايزاهم يكشفوا عليكي بس. والنبي انت عايزه تموتيني وتلبسيني جوه. يا خالتي طب خلاص 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 هتفضحينا خلاص. يا ناس الحقوني يا ناس الحقوني. اعملوا معايا. والنبي ما عملت لها حاجه. انت خالتي عايزه ادخلها يكشفوا عليها. لا عايزه تموتني. يوب البت دي عايزه تموتني. انا ما اعرفهاش. يا اخويا ما اعرفهاش. والنبي ما في حاجه. دي مشاكل عائليه. ما فيش حاجه توكل انت على الله. توكل على الله. لا ده انا ما اعرفهاش دي. يا سبتي عايزه تموتني. اشوني يا خالتي. انا يا خالتي انا كوريا. اشوني. بدي ابقى جرع بالفلوس. حرام عليكم يا ابني. دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش. وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم.
ده بتاعون يا راجل يا ممل. ايه الرغي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصة حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هي ما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه بيا بقول لك؟ قلبي اتسلبط بقى علينا، اتسلبط. لا بقول لك ايه يا طاعون، تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب اجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس، ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما. ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني، شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور؟ انت بتدعي لي غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيبك؟ لا لا لا، ده القصافه بتاعتي يا هيما، اتكل انت بقى. سلامت ام حسن، ده 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 من العين ومن الحسد. سلامتك يا حسن من رمش اللي حسد. سلامتها 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 ام حسن. الف شكر الف، ربنا يخليكم. لا لا لا، اغني تاني مش هينفع، اغني تاني لا والله ما ينفع. انا عندي حفله والله في كواله البلح. ماشي اشوفكم الجمعه الجايه. يا دي النصيبه عليك وعلى عيشتك يا ولا. انت اتهبلت يا ولا؟ بتكلم نفسك في المرايه؟ ان شاء الله ان شاء الله هتتلبس. مش هينفع عم تلبس يما. ليه؟ عشان لابس فليله النادي الاهلي. يا سلام يا اخويا. وبعدين يما انا كنت بغني يما ومحدش سامعني يما، تلبس ليه؟ طب خد يا اخويا كلك لقمة. ايه ده؟ هي دي البيضه يما اللي انت جايبها لي يما؟ ايوه البيضه. مالها البيضه؟ مش عاجباك البيضه؟ بروتين. بروتين ايه يما؟ الناس اكله شاربه نايمه، احنا بس اللي الدنيا يما مدينا ظهرها يما، كاكنينا في حظنا الهباب. يا اخويا احمد ربنا وقول الحمد والشكر لله. وشكرا يا ست الحبايب يا حبيبه اللي قاعده على فرشه الخضره وبتاكليني وتشربيني وانا عامل زي الحمار، زي البغل الاسترالي اللي محتاج الدبيح. ما بتحطش ايدك في جيبك يا اخويا وتديني 5 جنيه نجيب بيهم حتى 50 جرام لحمه. انا ياما بس ربنا يكرمني واشتري كمبيوتر وسماعات ومايك. ونادر عليا ياما، نادر عليا والنادر امانه يا ام سوكا. لا اجيب لك عربيه. عربيه ولا بحماري ياما، واجيب لك واحد بقى ميكروفون. ايوه جرجير ام سوكا، ايوه فجل ام سوكا. وانت تقعدي بقى ياما تجيبي كوز وتاخدي الفلوس. قلت ايه؟ اقول لك حاجه؟ ادعي لي بس ياما من قلبك، من قلبك ياما، من قلبك من رجليك اكسر الدنيا. يا ولا يا ولا، ده انت هتكسر نافوخ ان شاء الله. حرام عليك حرام عليك يا يا ولا. شوف ابراهيم وحلاوه وجمال ابراهيم وجدعانه الواد ابراهيم. شوف عربيه الكبده اللي بيشتغل عليها، خاطب وهيتجوز ومرستق نفسه، وانت شاطر لي بس تقول لي كمبيوتر وعربيه بحمار. ايه يا واد انتهبل يا ولا؟ يا ولا حرام عليك حرام عليك، هتموتني ناقص عمر وانا في عز شبابي. حرام عليك يا ولا يا ولا، ما تخلينيش انزل تربتي وانا قلقانه عليك. حرام. خلاص يا ماما تزعليش، ما تزعليش بقى ياما. خلاص اجيب لك عربيه 128. طب 29. طب هو حد فيكم زعل امي؟ لا لا زعلان، ما تخنقش عظمي. لا زعلان. لو امي شايفه الشبكه على عروسه يبقى تجيبوها وكمان فيها بوسه. يلا ترت ترت ترت. لو سمحت ممكن استخدم الموبايل؟ انا معيش فلوس بس محتاج اعمل مكالمه ضروري. لا ما ينفعش يا ست، عشان خاطر هي مساله حياه او موت، مش هطول دقيقه واحده بس. حاضر اتفضلي. متشكرة قوي. شكرا. الو الو يا دينا. دينا انا هايدي، انا هايدي. بصي اسمعيني، انا في الشارع ومعيش موبايل ولا فلوس. بعدين بعدين احكي لك بعدين. انا محتاجاكي تكلمي عن شكر السواق وتخليه يجي ياخدني من الشارع ده. اسمه ايه؟ شارع ابراهيم نجيب. شارع ابراهيم نجيب في جاردن سيتي، انا عند ميني ماركت كده صغيره، خليه يجي لي على هناك. يلا يا ست هانم، ده مش تليفون بيه. حاضر حاضر. بصي ما تتاخريش، انا في الشارع لوحدي وخايفه قوي عشان خاطري. يلا بسرعه يا دينا والنبي. يلا باي باي باي. متشكره قوي. شكرا. العفو العفو. انت هتفضلي واقفه هنا يا ست هانم ولا ايه؟ انا هستناهم دقيقتين بس، مش هطول. لا ما ينفعش، ده مكان اكل عيش. اتفضلي اقفي بعيد بقى لو سمحتي. يلا توكلي على الله، خلينا نشوف رزقنا. يا بابا علي علي يا خالتي ماما، مش هينفع كده. سيبيني اسالك على التعوير عشان تطيبي. يلا يلا. طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ طيب يا بابا مش قادره. معلش امي هتضربني عشان الهدوم متوسخ. معلش يا خالتي انا اغسلهم لك، نسقسع على التعوير وبعدين اغسلهم. مش قادره. معلش ولا مستحملي معاه. اها ايه؟ معلش معلش. اها اي 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 يا طب مش هينفع كده.
انت بتبص عليها حالتها. غور ياض من هنا غور. ما تخلص عم تعون انت كمان، ما شافهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتنقلوا يتحاسبوا. ما تصلي على النبي كده هيما وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه يروح يقول للحكومه يا عم كبداكي. ما بالراحه يا دي، انت واقع الاستاذ. الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيرا اتجرأت. نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره، ميزان حساس. يا اهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يلا العجب، وطه وبسله مؤاخذه ايده كده، عدلت التوزيع عشان محدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيمه؟ ولسه هتشوف الخير كله مع طاعون. طاعون ده مش مجرد اسم يا هيمه، ده اسلوب حياه. راحة فين يا دينا؟ هايدي يا محمد في الشارع ولوحدها، ويا حبيبتي ولا معاها فلوس ولا معاها موبايل ولا معاها اي حاجه، هنزل اروح اجيبها. تعالي هنا، مش كفايه جري بقى ورا ست هايدي دي؟ انا ورايا طياره بعد كام ساعه وما جهزتليش الشنطه. وبعدين راحة فين الساعه 2:30؟ مش كفايه بقى؟ ايه يا محمد، انت ازاي بتكلمني بالشكل ده؟ وانت ازاي عايزني اسيب هايدي في موقف زي ده؟ انت اكيد بتهزر صح؟ صحيح، ازاي؟ ازاي تسيبيها؟ لكن تسيبي جوازك ده عادي. اقول لك ما تروحي تتسجني معاها احسن، ده سجن مش لعب عيال. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ انت كمان عندك نفس تهزر؟ انا بقى نازله، يعني نازله. عارف ليه؟ دي هايدي يا محمد، ها؟ وانا ما بسيبش هايدي. ابراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ انت فينك ابدكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلت لي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت؟ كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا مشينا غير مشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تلاقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل، وقلت بالمره لفلف ادور لك على خالتك. ايه ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب، ده انا مش عارف الولاد دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمة جوا يا هيمة، مش قلت لك لا أعرف عنك حاجة ولا تعرف عني حاجة؟ بجد وربنا، ولقيتيها فين؟ لا ولا استني، استني أطلع لك على السلم كملي لي الموضوع لحسن رقبتي تلوحي. بس بس بس، أه فين؟ فين هي؟ والله أظن إن هو ده يا عم شكري، على حسب الوصف يعني، معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسأل أي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجة. نسأله، ما نسألش ليه؟ السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا أستاذ، ما شفتش واحدة هانم كانت واقفة هنا من شوية ومستنية ناس؟ هانم؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده؟ ايه ده؟ هايدي، ايه اللي انت حاملة في نفسك ده؟ احكيلك احكيلك. انت كويسة طيب؟ أهم حاجة كويسة خالص. يقول لك ما عندوش إلا حلاوة طحنية يال. يقول ايه ده ست هايدي؟ ايه المرمطة اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكري اطلع دلوقتي وانا هطلع. يا سلام وماله نطلع. صلي صلي صلي. ايه يا دكتورة؟ ما تقوم تهيص معانا. ليه بغمي كده ليه؟ يا عم قوم. معلش يا دكتور انا اسف. انا مش في المود خالص النهارده. طيب خليك زي ما انت، انت حر. يا عيوب جايه بتضحك بتبكي على اللي راح بتبكي على اللي راح. الو، ايوه دينا، ازيك؟ ايه دي بتقولي ايه؟ طيب انا جاي حالا. بعد كده بقى فرحت امي كالعاده وراسها والف سيف، ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها المكركروب وحمتها ونايمتها. على فكره كوره، انا قلت ان احنا مش هنلاقي الولاده دي تاني، بس انا ما حبيتش اقول لك عشان ما قلقكيش. والله او ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيمه تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي ادور عليك جنب ما الاقيكش؟ هيمه بقول لك ايه، انت فيك حاجه متغيره اليومين دول، ولا اقول لك مش اليومين دول بس، من ساعه ما خرجت من السجن كده وانا حاسك مش انت، مش 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 هيمه بتاعي اللي انا عارفاه. مش هيمه بتاعك يا كوريا، امال اكون هيمه بتاع مين؟ هو انا بتاع حد غيرك؟ بقك خدش منك الا كلام، لكن اجي ساعه الجد ادور عليك ما لقيش حاجه في ايدي. طب هاتي ايدك، اديني كل في ايدك اهو. احنا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟ انت عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاوله براحتنا. يا راجل احنا على السلم. يا لهوي يا نسبتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا وماتوا، وانا اقول العماره هتقع عليه؟ ما هي من النجاسه اللي معششه فيها. يا لهوي يا
خش جوه يلا خش يا ولية. المنطقة الكرام لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ مش وقته. انتظر يا اخ ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف ان اخت كوريا واخلاقها العالية ونعرف مين برضو اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا خود فضوا اللمه اللي انتوا عاملينها دي. الله ولا هو سيرك ولا هو سيرك. وانت يا سلومه إيه؟ ما تلم مراتك يا اخويا لم مراتك من قدام الرجاله ولا هي كلها لحمه عند الجزارين. يلا 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 نوال ما بلاش يلا حبيبي منك ليه يلا يا اخويا يلا يا يلا في ايه يا اخ ابراهيم عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت تبيني على فوق يلا خدها سكه وصلها يلا. نعم اخ ابراهيم احذرك أنت تشعل نار الفتنة بسبب ما تعلمه وتعلم إني أعلمه. خلاص يا عم الشيخ خلاص ده بدل ما تدعي لنا إن ربنا يهدينا روح أنت عشان تلحق صلاة العشاء. ده إحنا داخلين على الفجر. طب روح عشان تلحق صلاة الفجر. مدة إن شاء الله. أنا هسلم نفسي خلاص. إيه ده؟ نو واي. إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا مش قادرة أستحمل أكتر من كده. أنا مش هفضل هربانة ومجرياكوا ورايا وعاملة لكم مشاكل. أنا ما عملتش حاجة وأنتوا مالكوش أي ذنب في اللي أنا فيه. وأنت ذنبك إيه يا عايز؟ ثلاثة بالله العظيم ثلاثة منورنا البيت أوانا. منور انا دربيه. الله يخليك عم شكري. اتفضل هايدي اسمعيني كويس. انتي مش هتفضلي هربان على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك وبشوف الفلوس اللي لينا بره. يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انتي مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين والمجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده. بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه شخصيه مستعاره. هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق. بس هي طريقه برضو. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده. لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه فمش هقف اتفرج عليكي. يعني المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر. تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا. قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في الشاليه بتاع عين السخنه؟ برضه ما ينفعش. ما ينفعش تبعد قوي كده. وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. انا بقى عندي المكان اللي اقدر اتاوي فيه هايدي هانم الدبال الازرق. ما يعرف لكيش طريق جره. فين؟ بطن البقره. نعم بطن البقرة. مش حلوة كده يا كوريا. مش لايقة على وش. يو انتش فاهمك. انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو عم لقولك بلح. ماله البلح وحش؟ وحش البلح بنت شيمو؟ حلوة اوي لايق عليها. اه هانتك لايق عليك. حلوة اختي البلح حلو. يلا عشان تعطليش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده ازيك يا خال؟ الله يسلمك. يمسك يا شيماء دي 10 جنيه والنهارده اجازه روحي مش عايزيني. في ايه يا اخي؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه اتوكل على الله. يلا يو في ايه يا اخي؟ استني هقول لك في ايه. اتفضلي اتفضلي.